عناق مؤثر بين ماجد غصن وسيرين عبد النور في عزاء والد كريم رزق الله ينهي خلافا طويلا بينهما. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر الصلح بين الممثلة اللبنانية ماجد غصن والممثلة اللبنانية سيرين عبد النور، وذلك بعد تداول مقطع فيديو وثق لقاءهما في عزاء والد الممثلة اللبنانية كريم رزق الله. ورصد فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من داخل كنيسة مار يوحنا في قضاء جزين الجنوبي دخول ماجد غصن إلى صالون العزاء، حيث كانت سيرين عبد النور جالسة لتبادر الأولى إلى الاتجاه صوبها لمصافحة الأخيرة التي بادلتها بالمثل قبل تبادل الحديث بحضور الممثل اللبناني باسم مغني الذي طالما سعى إلى الصلح بينهما. يذكر أن الخلاف بين ماجد غصن وسيرين عبد النور تصاعدت حدته بعد تصريحات الأخيرة بأن دور سحر الذي جسدته ماجد غصن في مسلسل للموت كان يفترض أن يكون لها. وردت شركة إيجل فيلمز بعدها على تصريحات سيرين من دون أن تسميها، وأصدرت بياناً أكدت من خلاله أن الإدعاءات والروايات التي تم بثها بغرض الاستفادة من نجاح المسلسل الساحق ليست دقيقة وفيها تحوير للحقائق. وفي واقعة ثانية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رصد طلب ماجد غصن عدم التصفيق لسيرين عبد النور خلال اتجاه الأخيرة إلى المسرح لتسلم جائزتها في حفل الميركس دور في دورته الـ22. هذا وكانت أعلنت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله عن وفاة والدها فرانسوا إدمون رزق الله، ونشرت كارين صورة تجمعها بوالدها الراحل وعلقت عليها بالقول: فلترقد روحك بسلام يا بطلي. وحرص عدد من نجوم الفن في لبنان على تقديم واجب العزاء للفنانة كارين رزق الله بوفاة والدها فرانسوا إدمون رزق الله الذي وفته المنية يوم الخميس 19 من سبتمبر أيلول 2024. وقدم عدد من نجوم لبنان تعازيهم لكارين، منهم ماجد الرومي، باسم مغنية، كلوديا مارشليان، ماجد غصن، سيرين عبد النور، وسام صباغ، جان دكاش، مروان حداد، سمير حبشي، جوليا قصار، نزيه يوسف، تانيا فخري، أرزي شدياق وغيرهم.